صباح الخير مشاهدين، إن شاء الله الجميع بخير وصحة وسلامة. اليوم راح نحكي لكم عن موضوع، وهو موضوع حلو وإن شاء الله تستفيدوا من عنده، وهو موضوع التصبغات. طبعا التصبغات هي عبارة عن أنه مكانات غامقة تظهر على مناطق معينة من البشرة، سواء بالوجه كان او الركب او الظهر او الاكتاف، اكثر شيء جو الابط بين الرجلين تقريبا. التصبغات يا اما تكون هي تصبغات موجوده يا اما مكتسبه. الموجوده والوراثي واللي عامل الوراثه تلعب به دور ايضا، هو الشامات، الوحمات، النمش. والتصبغات النوع المكتسب هي تكون ما نسميه بالكلف، أو نتيجة تراكم الخلايا الميتة، أو نتيجة الاحتكاك اليومي اللي هو تظهر تحت الأبط أو على الركب وهذا، أو نتيجة أمراض معينة. عندنا مجموعة من الأمراض، خصوصا الأمراض الباطنية مثل مرض السكري أو خربطة بالهرمون الغدة الدرقية. أيضا تطلع تصبغات معينة. كذلك عندنا مجموعة من الأدوية اللي تكون مسببة تصبغات البشرة، مثل أدوية الصرع، جزء من المسكنات، أدوية السورالين اللي نستخدمها بعلاج الصدفية. طبعا يعني أسباب التصبغات بصورة عامة هي نتيجة إفراز مادة معينة تسمى مادة الميلانين. هاي الميلانين نتيجة أنه مناطق معينة تتحفز الخلايا وتنتج هاي الميلانين بشكل مركز أكثر. طبعا أكثر مثل ما حكينا أنه هاي كانت أسبابها، فرح نحكي لكم عن الكلف اللي هو يعاني منه أكثر الناس بصورة عامة. الكلف تكون يا أما أكثر شيء أثناء الولادة، أثناء الحمل أو بعد الحمل. تكون الكلف هي مثل ما قلنا الأسباب الوراثية تلعب دور بنشوءها. وطبيعة البشرة اللي عندهم بشرة سمراء مثلا أكثر قابلية للتعرض للكلف من البشرة البيضاء. وايضا نتيجه التغير الهرمونات اللي يصير اثناء فتره الحمل تكون مصاحبه الى ازدياد صبغه الميلانين وازدياد نسبه الكلف بالوجه. طبعا اكو اسباب انه يزيد من ازدياد صبغه الميلانين، هو العامل الشمس ايضا، خصوصا اللي بشرتهم داكنة لما يتعرضون للشمس فترات طويلة يسبب عندهم الكلف والتصبغات. طبعا إذا نجي أنه التصبغات كيف يمكن معالجتها؟ طبعا أول شيء قبل كل شيء أنه التصبغات من تطلع تعتمد المعالجة على نوع الكلف، أنه لأنه احنا ممكن الكلف تكون على مستويات معينه من الجلد، فطبيب الجلديه هو الوحيد اللي يقدر انه يشخص عمق التصبغات، نوع التصبغات. ثاني شغله مهمه هو المده الزمنيه، العمر الكلف بحد ذاته مثلا. ثالث شيء الاسباب اللي ادى الى الكلف، مثل ما قلنا سواء كان له نتيجة تغير الهرمونات أو نتيجة أمراض باطنية أو نتيجة حمل أو نتيجة هناك مثلا من يستخدمون حبوب المنع بشكل مستمر أيضا يسبب هاي الكلف. فأول مرة ناخذ بالأسباب اللي أدت إلى التصبغات. ثاني نقطة بالعلاج هو أنه مثلا المريض انفهم انه مهما حاولنا انه نعالج الكلف انه بشرة عن بشرة تختلف، فممكن انه العلاج اللي انطيه لهذا الشخص هي تستجيب نسبة 90 فلنفرض الى 80%، الثانية اللي هي عتا نفس الكلف بس ممكن تستجيب 50%، فماكو علاج ثابت بالكلف والتصبغات. ثالث نقطة مهمة انه الفترة الزمنية،
طبعا احنا ما نقدر نحدد المريض اول ما يجي لي دكتوره كم شهر والكلف يروح، احنا ماكو مده زمنيه انه اقول لك لا انت اليوم باكر، لا هي بصوره عامه الادويه لما تجي احنا نعرف انه خلال اول 3 أسابيع إلى 4 أسابيع بعد استخدام المبيضات والمقشرات راح يحس انه اكو فرق على البشره، بس طبعا نسبه التحسن مثل ما قلنا يختلف، فلهذا يحتاج لشويه صبر ومتابعه. رابع شغلة، هواية أيضا يسألون دكتورة هل أكو مثلا علاجات أو شيء أنه نتخلص من الكلف نهائيا. الكلف مثل ما قلنا يعتمد على العمق والمدة الزمنية اللي صايرة بيه وعلى النوع الكلف نفسه، مكتسب أو كان موجود مثلا الوحمات الوراثية والنمش وهذول أجهزة الليزر مثلا سواء كان الكيو سويجد أو الأربيام أو الفراكشنال السي أو تو تكون هي مفيدة في حالات معينة، وفي حالات ثانية ممكن أنه نستعين بجلسات الميزو أو التقشير الكيميائي أو مثلا استخدام الليزر مع التقشير، أو يعني معاملة بعدة طرق معينة للوصول إلى مثل ما قلت نتائج 80% إلى 90% مرضية. ولهذا علاج الكلف يختلف حسب نوع البشرة، حسب بشرة المريض من شخص إلى شخص، وعمق الصبغة ونوعية البيجمنتيشن اللي موجود. مثلا اللي عندهم هواية مثلا يجون عندهم على الركوب أو جو الإبط أو بالظهر همنا نتيجة آثار حب الشباب، مثلا مرات نتيجة آثار حب الشباب نشوف أنه أكو تصبغات بالظهر وما يعرفون، يقولون دكتورة أنه ما كان عندي بعد فترة طلعت، هم ناس إن كان طالعهم حب الشباب وطلعت بعدين. فهاي أيضا المعالجة يكون عن طريق مثل ما قلنا يا أما ننطيهم بالبيت مقشر ليلي مواد مبيضة ليلية، يا أما يحتاجون إلى جلسات إنه داخل العيادة نسويهم وذلك لتحسين من مستوى العلاج. مثلا نتيجة تراكم الخلايا الميتة مثلا هذولا أكثر شيء مثل ما قلنا أنه يحتاجون أيضا إلى جلسات تنظيف وإزالة الخلايا الميتة وإعطاء الكريم المرطب والمقشر الليلي، وهذا يساعدهم على التخلص من المناطق التصبغات الداكنة اللي تصير بمناطق معينة. اللي عندهم مثلا تحت الأبط أو بين الرجلين مثلا أكو هواية تصبغات، هذا يأمن نتيجة استخدام المعطرات اليومية، يأمن نتيجة استخدام الشيفينج أو الموس بشكل مستمر، أو نتيجة مرض البكتيريا أو نتيجة تغيرات هرمونية، خصوصا اللي عندهم تغيرات بالهرمونات الغدد الدرقية تصير تصبغات أكثر بجو الأبط أطراف العنق. فهذولا كلها معالجاتهم هذولا علاجات دوائية عدا معالجة التصبغات، وذلك للتخلص من الأسباب المصابة ولعدم رجوع الحالة إلها. فهاي نبذة عن التصبغات اللي يصير وأسبابها. أرجو أن استفدتم ولو بمعلومات قليلة، ودمتم سالمين.